إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية. وقال مدبولي إن هناك استثمارات متبادلة بين كل من مصر والسعودية، مؤكدا على الاهتمام الشديد بزيادة تلك الاستثمارات بين البلدين في الفترة المقبلة. الحقيقة بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والحقيقة كان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمار في مصر وفتح أفاق كبيرة جدا لزيادة الاستثمارات إن شاء الله السعودية في مصر. والحقيقة شرفت طبعا بلقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، ونقلت لي تحيات طبعا فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ولسموه، وحرصنا على الكلام على حاجات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله. الشيء المهم ان احنا يعني تم الاعلان طبعا وزي ما حضراتكم تابعتوا ان احنا انهينا مسودة الاتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشترك. وانا بس حابب ان انا عشان لقيت برضو كلام بيتقال يعني ايه حماية الاستثمارات السعودية، لا، هي الاتفاقية هي اتفاقية مشتركة متبادلة، بمعنى انها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية ايضا. والاتفاقيات دي مصر موقعة على العديد والعشرات من هذه الاتفاقات الثنائية مع العديد من الدول، عدد كبير من الدول العربية احنا بنوقع هذه النوعية من الاتفاقيات. ويمكن كان هناك رغبة مشتركة ما بين مصر والمملكة العربية ان احنا نعمل نفس الاتفاقية دي عشان تبقى للاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المشتركة ما بين البلدين. الاتفاقيات دي بتتكلم على ايه؟ ازاي ان احنا نيسر من اجراءات دخول المستثمر ونشجعه ببعض الحوافز الاجرائية والادارية، ازاي لقدر الله لو في حال نوع من النزاعات يبقى في اليات سريعة لحل وتسوية هذه المنازعات، بيبقى هو ده محور هذه الاتفاقيات.